أن تكون المقرات العشائرية مكاناً تناقش فيه أوضاع العشيرة وقضاياها، غير أن هذا المقر العشائري خرج عن المألوف وغدا منتداً ثقافياً هاجسه الأكبر هو الحفاظ على الهوية الثقافية الأردنية. للمرة الأولى يتحول ديوان عشائري إلى فضاء ثقافي يستعرض مشهدية الأغنية الشعبية الأردنية في مراحل مسيرتها، في ندوة حملت عنوان تراثنا هويتنا، فرسانها نخبة من أساتذة الفن والأدب والصحافة، إلى جانب عدد من المهتمين في مسار الأغنية الأردنية وسبل تطويرها والحفاظ عليها. أعتقد أنه يعني دواويننا ومقراتنا الحزبية لازم تخصص جزء من وقتها للنشاط الفكري والثقافي بدل من المناكفات السياسية اللي معتادة في الدواوين أو حتى بالمناسبات الأفراح والأتراح. لازم نخصص جزء على الجانب الفكري والروحي حتى إحنا نغير من فكر الناس ومن تطلعات الناس اللي يعني ممكن أنهم مشوا على طريق واحد وما غيروه، اللي هو المناكفات السياسية، انتخابات النيابية، انتخابات البلدية. الآن الأوان أنه إحنا نبدل ونغير ونخلي نعطي غذاء للروح للناس الموجودين في هذه الدواوين. هذه الفعالية الفنية هي باكورة نشاط لجان المرأة في محافظة الكرك تحديدا، والتي تشكل تجربة نسائية رائدة انطلقت من حدود محافظة الكرك لتقتحم فضاءات العاصمة عمان. الحقيقة مثل هذه الأمسية الطيبة يعني بعثت في قلبي الشجون، شجون الفكر وشجون العاطفة. شجون الفكر حقيقة لأنها في عشير يعني في ديوان لعشيرة من يعني أعرق العشائر الأردنية، هذه الدواوين الحقيقة الآن أن تتحول إلى مراكز ثقافية، فهذا يعني مصدر فخر واعتزاز ورقي حقيقة لمجتمعنا وأهلنا. يعني حان الوقت أنه تتوقف البيوت الأردنية والدواوين عن الأدوار التقليدية. عادة نجتمع بالدواوين بأفراح وأتراح أو حتى مناصب وانتخابات. حان الوقت أنه تكون الدارات الثقافية توصل لبيوتنا وقرايبنا، ويجتمع أولاد العم مع بنات العم والأطفال والأسرة كاملة يحضروا حدث ثقافي بيضل بالبال. يعني بهذه الأمسية اللي جمعتنا بالأغنية نحكي عن الأغنية التراثية اللي دغدغت أيام ذكرياتنا وعن جداتنا وكيف كانوا ينيمونا، يعني بادرة كتير جميلة، وأنا متأكدة رح تنتشر، رح نشوفها بكرك ورح نشوفها بالرمثة وبالشمال وبمعان وبالطفيلة. آمل أن تعمم هذه التجربة وتوصل لجميع بيوتنا الأردنية. عشرات الحضور والمشاركين في فقرات هذه الفعالية أكدوا حرصهم على هوية الأغنية الشعبية واهتمامهم بما تمثله هذه الأغنية من عادات وتقاليد اجتماعية تشكل حارسا على تراثنا الشعبي وعينا ساهرة على تطوره وازدهاره. رائدة حمراء لبرنامج دنيا يا دنيا عمان.